والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، أخوات المعلمات، الأخوة المعلمين، السادة أعضاء التدريس وكل من له علاقة بالقطاع التعليمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن كفاءات ومهارات ومميزات وخواص المعلم الفعال في ليبيا. وصلنا إلى تحديد مفاهيم كثيرة لابد أن يغرسها وتصبح جزء من شخصيته، وصلنا إلى ضرورة معرفة جميع طرق التدريس، تحدثنا عن بعض خواص التدريس الجيد، أهمية التدريس، كيف يكون هذا التدريس نحكم عليه أنه تدريس جيد أو غير جيد، تحدثنا أيضا على أمور لها علاقة بالطالب أن يكون هو مركز العملية التعليمية، العوامل التي تحدد طبيعة أسلوب التدريس، والحمد لله مرة أخرى تحدثنا بأسلوب مش نخبوي مش أكاديمي جاف، ولو أنه مهم يعني النظريات والجفاف والتعريفات الأكاديمية، لكن لها مجالها. نحن مجالنا الآن نتشارك في خبرات لنصل جميعا نكون في نفس الصورة. وصلنا إلى تعريف بعض طرق التدريس، يعني بعض طرق التدريس، وذكرنا أنها تنقسم إلى نوعين، نوع يعتمد على الأقوال الكلام، نوع يعتمد على الأفعال، وعرفنا بعض التي تعتمد على الأقوال، وذكرنا منها الأسئلة والأجوبة، وأن الأسئلة والأجوبة عدة أنواع، والمعلم يعد أسئلة ويلقيها على الطلب وينتظر منهم شفهي، يتحدث شفهي مش أسئلة امتحان، ويجاوب، وإجابة السؤال الثاني تعتمد على إجابة الأول، وإجابة الثالث تعتمد على إجابة السؤال الثاني، وهكذا يلقي الأستاذ السؤال، يجاوب الطلبة، والأستاذ يسمع ويعدل، وهكذا ثم يذكر الإجابة الصحيحة الخاصة بالدرس، ثم ينتقل إلى السؤال اللي بعده، وهكذا عند نهاية العشر أسئلة، الخمس أسئلة، العشر أسئلة، 15 سؤال، يكون قد غطى جميع مبادئ ومفاهيم الدرس، واستوعب الطلبة جميع الدرس عبر الأسئلة. هذا نوع. النوع الثاني أسئلة وأجوبة مش معدة من الأستاذ، لكن الطلبة هو يلقي بمفهوم معين، الأستاذ على سبيل المثال ما هو الفارق بين كيف تخرج الحمم على سبيل المثال تصل إلى الأرض، إلى سطح الأرض، الحمم البركانية كيف تصل إلى سطح الأرض، ويرمي ويبدأ يجابه ويسأله مرة ثانية، وهكذا الكواكب، أنواع الكواكب مثلا، شخصية معينة، شكسبير في اللغة الإنجليزية، وإلا إحدى الشخصيات في التاريخ الإسلامي ابن خلدون، أو قصة حياة أحد الصحابة الكرام، يستطيع أنك أنت بالأسئلة، من منكم يعرف عمر بن الخطاب، ما عمره، ماذا فعل، وهكذا خصائص مميزات، مش عارف إيش تاريخه، كيف أسلم، مش عارف، تبدأ حوار نقاش، طلبة يسأل وأنت تجاوب، وتسأل وتجاوب، هكذا في نهاية، والأستاذ موجه يسوق، يمشي في الموضوع، يمشي، يسمع في إجابات خطأ وإجابة قريب من الصح، ويعدل، إلى أن يوصل الطلبة عبر هذا الحوار العام والمناقشة إلى معرفة شخصية عمر بن الخطاب. طبعا لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، لكن هناك واجبات حول عمر بن الخطاب مثلا، هناك أسئلة وهكذا، أو حول أي موضوع. هذا نوع من الأسئلة. هناك أيضا أسئلة تقوم بين الطالب يسأل طالب، وهناك أسئلة دائرية بين الطالب وطالب والمعلم، وهكذا. إن هذا أحد الأساليب الرائعة جدا والجديدة، لازم تجددي به حصتك أنت كل مرة، ما تقعديش جامدة في مسك كتاب وتقرأ منه صفحة 16 وتكتب اللي فيه وخلاص. أيضا تحدثنا عن المناظرة، فريقين، فريق ضد وفريق مع موضوع معين، مثلا توحيد الزي في المدارس، فريق مع فريق ضد، وهكذا. الفريق اللي ما يجيب حجج ليش يجب أن نوحد الزي، الفريق اللي ضد ليش يجب ألا نوحد الزي، ويتناقش كل واحد يعطي نقاطه وكذا وهكذا، والفصل يسمع، وفي الأخير ويكتبوا في ورقة شنو النتائج اللي توصلوا عليها، وبعدين رئيس الفريق يعطي للأستاذ الورقة متاعهم، ويصير نقاش بين الفريقين، ينظم طالب إذا كان لقيت طالب مسؤول، أو تنظم أنت كمدرس الأسئلة، ويجب كل واحد يأخذ حصة في الكلام، يتعلموا الحوار، يتعلموا النقاش، تعلم الأخذ والعطاء، ولا تعلم استماع للرأي الآخر، يتقبل الرأي الآخر لما يكون صح،
والفصل الثاني يتعلم الاستماع، مهارة الاستماع، مهارة كذا، وهيئوا أسئلة ويسألوا هم بعدين الفريقين متاع المناظرة. مرة حصة مناظرة في أسبوع، في كل أسبوعين، رائعة جدا. تخيل لك الجو، تكتب بيئة رائعة، وبيئة حوار، بيئة نقاش، وبيئة تعليم، تخرج من الجمود، تحببك حتى أنت في عملك. لأن المدرس بعد 5-6-7 سنين يبدأ ينظر العمل صعب، تحييلك حياتك. المناظرة مناقشة على العصف الذهني، العصف الذهني يعتمد على الأقوال أيضا، على الكلام. تدخلي السلام عليكم، درسنا اليوم الفرق بين البرمائيات والزواحف مثلا، يعني درسنا اليوم بين البرمائيات والزواحف. ما هي الزواحف؟ هم عمرهم ما قروا البرمائيات، عمرهم ما قروا الزواحف، ما يعرفوهاش، وانت تدركين هم ما يعرفوهاش، لكن أو يعرفوها من العموم، من التلفزيون، من الأفلام، من كذا، من حياتهم، من علومهم السابقة. ما هو الفرق بين البرمائيات والزواحف؟ تطلقيها للطلبة متاعينك، فهم حيجابوا، اللي جاوب لك غلط، اللي جاوب لك من عميق. ما هو الفرق بين النجوم والكواكب؟ قال الله، هل القمر كوكب ولا نجم؟ وبدأ يبدأ يجاوبوا 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 يجاوبوا، وإجابها ثلاثة أرباعها غلط. وهذا اللي أنت تبحث عليه، تبحث على الإجابة الغلط بيش تبدأ درسك الصحيح. إذا 5 دقائق عصب ذهني، عصب ذهني يعني في هذا، في أمر ما يخص درسك لذلك اليوم، تسأل وتسمع الإجابة وصح المفاهيم الخاطئة. إن إحنا عندنا مفاهيم اكتسبناها من حياتنا، مفاهيم خاطئة، ما اللي صلحها لي المعلم؟ المعلم هو اللي صلح المفهوم. طول عمري ماشي أنا أن الكوكب والنجم هو سوا كيف بعض، ولذلك وأن الشمس، أن النور اللي جاي من القمر، من القمر أصدر، مش الشمس تنعكس عليه وهو يعطي الأرض. لا، هذا مفاهيم، هكذا فاهم أنا كطفل كتلميذ. ولما أنت سألتيني قلت لك النور الذي يأتي من القمر، فيه من القمر يشع في الليل لما تظلم الدنيا القمر، وهو خطأ طبعا. المعلم الفعال يبحث عن الخطأ ليصحح في أذهان التلاميذ. العصف الذهني، المناظرة، الأسئلة والأجوبة، المحاضرة. المحاضرة تعتمد على الأقوال، تحتاج أن تتعلم فنون المحاضرة وأساليبها. تحاضري مرة درسك، تعطي محاضرة، أن يكون الدرس مناسب لأن يكون للمحاضرة مرة أخرى. ما تقدريش في العلوم الطبيعية بالذات المتعمقة، ما تقدرش تعطي محاضرة، ما تصلحش، تصلح في العلوم الإنسانية أكثر، في التاريخ، في الأدب، في اللغات، في الأشياء هذه تنفع، قد تصلح المحاضرة، لكن لابد أن تعي فنونها. المحاضرة جزء، القراءة أحيانا تعطي للطالب يقرأ قراءة معينة، حتى هي تعتمد إلى حد ما بين البينين، بين القراءة والعمل الشفهي والكذا. إذن أخي الكريم، أختي الكريمة، هناك تعتمد على الأقوال، هناك تعتمد على الأفعال. الأفعال هي شنو؟ طبعا العروض العملية، العروض التعليمية، العروض العلمية تسمى بمسميات مختلفة، لكنه عرض معين يقوم به الأستاذ ونتحدث عنها إن شاء الله. المختبر، تخذيهم المختبر أيضا يعتمد على العملية. التعليم التعاوني يعتمد شغل الطلبة، تقسمي فصلك إلى عدة مجاميع، وكل مجموعة وتشتغلوا على موضوع معين، وبعدين كل مجموعة تقدم لك إنتاجها وعملها، لها عمل وهني. بعض يعتمد على الاثنين، على الأقوال والأفعال. سنتحدث عن كل من هذه الطرق وفائدهن بشيء مختصر شديد. ما هو أسلوب المناقشة والحوار؟ يكون اتصال فيها بين المعلم كما ذكرنا والمتعلم. أسلوب يتم بتوجيه وإشراف المعلم. لازم أنت تكوني تسمع للصح والخطأ. إذا كان الأمور ماشية كويسة مع الطلبة خليها، ما تقاطعيش. إذا كان هني وجهيها، أصلح الأمر بذكاء وبعمق. ولا الطلاب طبعا من فوائد المناقشة والحوار أن الطلاب يسهموا في تعليم أنفسهم، ويحسوا أنهم جزء من الفصل، ويبدأوا يتحركوا، ويبدأوا يخرجوا من قوقعة أنه هو مجتمع مقمعز ويسمع. تكتشفي ذكاء هذا، تكتشفي إبداعات هذا، تكتشفي نواقص في ذلك الطالب من خلال الحوار والكلام. كلمة تكلمش كلمة، مش فيه مثلا يقول تكلم لكي أراك، تكلم لكي أراك. أنت إنسان قايلك كاهي بصيرة كما تعرفين شنو من جو، قد يكون أذكى طالب. كلمة تكلم وتحثيه وتشجعيه وتشجعي الكلام، سيظهر إبداعاته وتظهر ما عنده. ما هي أهمية أسلوب الحوار؟ طبعا مشاركة الطالب الفعالة، الطالب يشعر بأهميته. أنا مهم جدا في الفصل، أنا نصبي ونتكلم ونعطي في رأي، يسمعوا فيه والأستاذ يسمع، والطلبة الثانية يسمعوا فيه، تبني الثقة في نفسه وأهميته. وهذا نجاح رائع للمعلم، نجاح رائع للمعلم.
ويحس بروحه فرد فاعل، وهذه يكتسبها لما يطلع لما يتخرج على فكرة في المجتمع، يبي يشارك يبي يتكلم يكتسب أهميته، ينمي ثقة مرة أخرى الطالب في نفسه، ثقة في نفسه لما هو يجاوب إجابة رائعة من خلال الدرس متاعه، وما شاء الله ممتاز الأستاذ يقول، هذه من أعظم أسس بناء الثقة في نفس الفرد، وسيمتلكها كمهارة على فكرة، ويمتلكها كقيمة من قيمة الثقة في نفسه، هيخدم من؟ يخدم نفسه، يخدم أسرته، يخدم بلاده بهذه الثقة في النفس. أيضا إذا أجاب خطأ، هنا ذكاء المعلم الكفؤ، في معلم دمر دمار بدون ما يشعر، يعني بدون قصد، أسلوب المعلم لما طالب يخطئ يا أما يدمر الطالب يا أما يرفع فوق السماء، في الذكاء، من الذكاء أن تستخدم خطأ الطالب في مصلحته في تصحيح الطالب، تخليها شيء إيجابي، تجربة وليس خطأ، تحوليها إلى تجربة، وما يحسش الطالب أنه أخطأ بك ومع ذلك صححتي، هذا هو المعلم الفعال. المعلم الآخر يدمره، يغلط نهار سلسبيل أورق أسود. قد نعرج على هذه النقطة إن شاء الله. تنمية روح الديمقراطية وحرية الرأي والأخذ والعطاء والرأي والرأي الأخ، ما عندناش الليبيين بما فيهم أنا، ما فيش عندنا الريحون الدور، يا معايا يا ضدي، ما تدربناش في المدارس على هذا الأمر. في الدول المتقدمة من أولى ابتدائي وثانية وثالثة ابتدائي وإعدادي وثانوي عندهم انتخابات، انتخابات الطلبة ومجلس مش عارف ايش وكذا، واخذ الرأي، وهذا قدم مشروع، هذاك مشروع، رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي. ليش؟ ما هو الغرض؟ مش انه هذا يقدم مشروع او انت، الغرض انه يعلم انه يحترم الرأي الآخر، ويعرف انه هناك رأي خالف رأيك ما فيها شيء، ويعرف انه اذا كان هناك انسان مخالفك في الرأي ما زال اخوك وصديقك يا ولد عمي، انا معاه هذا وانت مش معاه هذا، لكن ما فيهاش مشكله، من احباب واصحاب، ما هوش دين، هو قضايا دنيويه، هذه مش دين، انا نكره سلسبيل عروقك على تكره نتفنص فيه ونفنص فيك على امور دنيويه ما تعلمناهاش، وين تعلموها؟ في الفصل، لما يصير في طريقه المناقشه والحوار نخلق انسان يؤمن بالراي والراي الاخر وحريه الراي والديمقراطيه ويتكلم، مش كما ذكرنا في احد الحلقات مقموع اينما يذهب في الحوش، كان تكلم تجيه طنجره ولا ساقم ولا لا، كان بوه جو ضيوف اسكت يا فرخه قاعد قدام الباب بتجيب لنا هني الشاي والميه وهني، ويتكلمش حتى يدوي اسي فرخ اطلع، حتى انت ما ناقص الا انت تدوي، يطلع برا يمشي للجامع الشيخ وراه بمرتكه ولا شنو جايب الفروخ هذا جبتيهم، يمشي في الشارع يبدا المخابرات وراه حتى بعد ما يكبر، ديما مقموع ديما متبع ديما، وبعدين يقولوا كان هم بلداننا متخلفه، تكيف انت انت قامع الانسان اللي بيبني وطنه قامعه، وتقول لي كاننا متخلف الوطن، ما هو انت اللي خلف، ما هو نحن اللي خلانا نتخلف. بناء الاوطان يبدا من روضه، فلذلك اعطيه حريته، خليه يتكلم، خليه يعطيه يبدي رايه ويشعر بالامن والامان والاطمئنان ان اقول رايي بدون ان اؤذى. ولذلك نريد هذا النوع من المعلمين، حتى قلت له اسلوب حياه الراي والراي الاخر ويقبل الراي الاخر، قلت له اسلوب حياه لان تعلمه من سنه اولى لعن طلع من الجامعه وهو يقول في رايه ويسمعوا فيه، ويتعلم ايضا لما ما يقبلوش رايه ما فيهاش مشكله، ما فيهاش مشكله، ان المره هذه حنرفض رايك، مره حنقبل رايك، مره حنرفض رايك، مره حنقبل رايك، فيعرف ان رايي مش ديما هو الوحيد ومش ديما هو الصح. طبعا تنتشر في المدرسه روح حريه الراي والمبدا، فتنتشر في المجتمع، وهذا ما نبوه نحن، لان ليش لما تقمع لي 60 مليون فكره في راس الطلبه هذوم التلاميذ الليبيين كلهم اللي ماشيين بالشوارع هذوم، كل واحد عنده فكره رائعه تخدم البلاد، تخدم حتى في مجال عمله في وظيفته في المؤسسه اللي يشتغل فيها في الشركه تخدمنا، لكن شنو المشكله؟ ايش دخلني انا نقولها؟ لما يتكلم في الفصل يضحكوا عليه حتى تنبت معانا، لما يتكلم في الشارع يقمع لما يتكلم كذا يقمع، فتقعد خلاص جزء من شخصيته، ايش دخلني انا ندوي نعطي فكره نعطي راي، حبست ملايين الافكار هي اللي تبني الاوطان، واللي عندهم حريه الراي افكار ناس، هذوم افكار ناس بنوا دولهم بافكار بني ادمين. ولذلك المعلم الكفؤ هذا المعلم نبوه، هذا المعلم الذي يحتاجه الوطن، مش نبيه انا ولا نبيه. ايضا تزيد قضيه الحوار والمناقشه دفعيته وحبه واهميته، يحب العلم والتعليم والمدرسه والمدارس وما اليه. شنو فائده الاسلوب هذا، الاسلوب المناقشه والحوار والاسئله والاخذ والعطاء، شنو فائدته للمدرس؟ التعرف على المعلومات السابقه للمتعلمين كما ذكرنا، يدوا المتعلمين مساكين بمعلومات طول عمره يحسبها صح، من امه من جته من الافلام من التليفون من الشارع من فيلم من برنامج تلفزيوني ولا لا، عنده معلومه خطا في الجانب الانساني في التاريخ في اللغه في العلوم في كذا، لما يتكلم تكتشفي هذا
العلم السابق فتصلحيه. إذن أنت تبني درسك بناء على اللي سمعتيه من أخطاء المفاهيم الخاطئة. أيضا العصف الذهني له فائدة، أيضا نفس الفائدة، لما تديري عصف ذهني تقولي أوه هذا الدرس هذا بسيط بالنسبة للطلبة، ما هو الفرق بين الصخور الرسوبية والخزون الريع، عرفوها في دقيقتين. ربما تكتشفي أنهم مساكين لا شيء، حتى كلمة صخور ايش تقصدي بها؟ حتى وين يلقى في الصخور الرسوبية والصخور البركنان والصخور المتحول، كلمة متحول ايش شنو صخور متحول؟ تكتشفي إذا أنت بتخططي دروسك القادمة، ربما تعطي حصتين بدل حصة، ربما ثلاثة بدل اثنين لهذا الدرس، لأن الفصل متاعك مسكين مغيب عن هذه المعلومة. ربما تكتشفي عبر العصب الذهني العكس، هذا بالنسبة لهم بسيطة، حصة واحدة بسيطة صلح. إذا التعرف على ما يعرف الطالب السابق مهم جدا، تبني عليه دروسك وتبني عليه استراتيجياتك وطرق تدريسك. تنمية التركيز والانتباه لدى الطالب، لما يصير فيها حوار وخشره هذا يجاوب وهذاك يجاوب، الطالب يركز، ما عادش في فرصه انه ما ينتبهش ولا يسرح ولا يطلع منك ولا يفوتك. جايين الدور حتى نبي نشارك، محمد صاحبي يدوي يقولوا له ما شاء الله الله، حتى نبي ندوي كيف يصبح تنافس ايجابي رائع جدا جدا جدا، وتكلم وتحفزيه وتخليه ينتبه ومشوق وشيء رائع، وهكذا تحصل العمليه التعليميه وبناء الفرد في نفس الوقت، اكاديمي وتنميه بشريه، تنميه للشخص. توجيه المتعلمين إلى كيفية وضع الخطط لحل المشكلات، يصبح المتعلم بحل المشكلة، بيشارك في حلول الإشكاليات، جزء من المجتمع، جزء من الفصل، جزء من الحياة. هذا بناء الإنسان، بناء الإنسان وبناء الأوطان يبدأ من المقاعد الدراسية. أيضا اكتشاف الطلاب، لما يدوي الطالب أوبس هذا عبقري، هذا وين هالمعلومات هذه، هذا رائع، هذا كلامه، حتى طريقة الكلام، حتى المعلومات غلط لكنه متسلسل في كلامه ورائع ومتحدث بارع، تكتشفي أشياء كثيرة جدا. هذاك خجولي تهته لكن معلوماته رائعة. يعني كيف تعرفيني إن لم أتكلم؟ كيف نعرفك إن لم أتكلم؟ طبعا بالتأكيد هي فرصة مرة أخرى أن تعرفي الإيجابيين، الطلبة الخجوليين، السلبيين ولا لا، ومعالجة تلك الصفات السلبية وتنمية الصفات الإيجابية. الطالب نفسه يتعرف على نفسه، الطالب مغموع ساكت لكن لما يجاوب ما شاء الله وتبدأ كما قال محمد كذا وكذا يكتشف نفسه هو بنفسه، وأنا الحمد لله والثقة في نفسه. أشار إلي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة، نكمل بإذن الله في حلقتنا القادمة مسيرتنا نحو إصلاح التعليم في ليبيا عبر المدرس الكفو بإذن الله، ونحن قادرون على ذلك والأمل كبير جدا. قبل أن أنهي هذه الحلقة أريد أن أذكر نفسي والأخوة بتقريبا عبد الله بن عمر بن الخطاب وشي كان في جلسة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول سأل سؤال ويعرف الإجابة، طفل يعرف الإجابة مش عارف، فأعتقد شيئا ما لا علاقة بالنخل نسيت الحادثة، لكن ما جاوبش تحش. لما روح وقال لأبوه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أنا كنت نعرف الإجابة هذه، فأبوه قال ليش ما قلتش، لماذا ما تقولش، تكلم خليش، طبعا هو احتراما وتقديرا ما قالش، لكن طلبتني ما يتكلموش وما يحاوروش وما ينقشوش، خايف تو يقمعني تو يضحكوا علي تو يكون إجابتي خطأ. إذا المعلم الفعال يحررهم من هذه العقد، يحررهم بطريقتك، ما فيش راهو قوالب. المعلم الفعال ما عندهش قالب معين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، روحك حياتك إخلاصك لعملك تفانيك إبداعاتك ابتكاراتك البحث عن جديد، يخليك أنت تكتشفي كيف تحرري فصلك من قضايا العقد، من تكلمش من شركش من ديرش من أخذش من أعطيش. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة، حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم للمعلم تباجيلا وقف أدبا، إن المعلم تاج يعتني فينا.